طب ايه هي بقى الاعمال اللي ممكن تدخلني الجنه واتنعم بالدرجات دي ويبقى فيها تفاوت، وانا اخد بقى التفاوت العالي ده، اخد الدرجات العاليه دي؟ اول حاجه زي ما قلنا الايمان بالله والتصديق بالمرسلين. حديث سيدنا ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه يترؤون اهل الغرف من فوقهم كما يترؤوا الكوكب الدري الغابر اللي هو اللي احنا قلنا عليه، وزي ما بتشوفوه كده النجم في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل فيما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لابلغ لهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى دي اول حاجه. طيب تاني حاجة درجات الجهاد بقى، جهاد في سبيل الله، رزقنا الله وإياكم يا رب ونجى الأمة. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين درجة والدرجة زي اللي فرق ما بين السماء والأرض. حاجة تحفة جدا. طيب تالت حاجة فيها درجات للجنة برضو إن شاء الله يا رب يرزقنا وإياكم، يحصلها الصادق في سؤاله. لو انا عايز الشهاده بصدق بس ما مت الشهيد، طب ادي المجاهد اهو، طب انا عايز الشهاده بس ما مت الشهيد، لو انا سالتها بصدق. حديث سهل بن حنيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على ايه؟ على فراش. طيب رابع حاجه اللي علشان اخد درجات الجنه ويبقى فيها واعرف ان فيها تفاوت واخد الدرجات دي، الانفاق. الانفاق فيه درجات. حديث سيدنا ابو هريره، تحس كل احاديث الجنه بتاع سيدنا ابو هريره رزقنا الله واياكم، قولوا امين. جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال يا رسول الله بالدرجات العلى والنعيم المقيم، هم خدوا الدرجات خلاص بالانفاق بتاعهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الأموال بيحجوا بها وبيعتمروا ويجاهدون ويتصدقون، بس لهم درجات. فالمتصدق في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله بيخلي لك درجات وعلى حسب نيتك. طيب خامس حاجة اللي فيها درجات برضو في الجنة ونسعى فيها، ما بقول درجات يعني إيه؟ يعني وانت بتعمل اعملها على أكمل وجه. خامس حاجة إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم. حديث سيدنا أبو هريرة برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. بصوا إصباغ الوضوء على المكاره، الدنيا ساقعة، الدنيا كده متودي ولسه هتروح عيد وضوءك تاني. وكثرة الخطى، كثرة الخطى للمساجد رزقنا الله وإياكم، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما انتش قاعد بقى مأخر الصلاة، لا لا لا، أنا منتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم. يحصل بإيه؟ يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. طيب سادس حاجة بتخليني برضو يبقى في عندي درجات في الجنة واترفع بيها يا رب، يقولوا أمين إحنا وإياكم، حافظ القرآن. حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يا رب اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا رزقنا الله وإياكم، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. طبعا شوفوا بقى انت حافظ قد ايه فتطلع في الدرجات.